لا بد أن أحيي فيكم أستاذ الأجيال الإنسان الفنان الشاعر الصغار سيد أحمد عبد الحميد للتحية حضورا أنيقا. اليوم نحن في تجربة والمسألة مهمة قياس للنجاح بعدد الكم والكيف، لأن التجربة اللي حنقدمها لما ظهرت حقيقة كان في الساحة في ذلك الزمان عمالقة أغنية الطنبور، وكان من الاستحالة بمكان زول يقدر يحفظ اسمه بيناتهم، لكن لأنه نبتة خاصة جدا وسجل نبتة خاصة جدا ومن منطقة خاصة جدا، كان لابد أن يكون بأحرف من ذهب في خلطة أغنية الطنبور الفنان عز الدين شكري. شكرا جزيلا. رحمة الله وشكرا لحضوركم، وسعيد جدا بلقائكم، واشكر كل زملاء الشعراء السفلى حسن على عبد الله كل شعر موجودين، واتمنى اقدم عمل يرضيكم صراحه. عمل على كل حاجه مع أخونا مصطفى مصطفى ذكر في جديد، جديد في الأكل مش هو يذكر إسلامي، في جديد لكن لسه ما تحفظ، لكن بحاجة لكم هاي إن شاء الله. أخونا أستاذ أحمد الحميد ذكر التحية برضه الشوق العاصف، الشوق العاصف، مشتاق لديكم، مشتاق لديكم في الزمن الخاصف، قبل شوق لديكم، قبل شوق لديكم. أقرب من قرايب وأكبر حاجة فيه
Thank you.